للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية أستاذ شهو. يعني صحيفة إندبندنت تتحدث عن احتمالية تأجيل زيارة عبد المهدي إلى واشنطن، في أي إطار تأتي تأجيل زيارة عبد المهدي برأيك؟ تحياتي لكم. حقيقة تأجيل الزيارة يتعلق بالتزام أو عدم التزام العراق بالعقوبات الأمريكية على إيران. رأينا في الفترة الأخيرة عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، رأينا بيانا للخارجية العراقية تندد بهذا الأمر وتعتبره تهديدا لاستقرار المنطقة، وأيضا أطراف عراقية في البرلمان وميليشيات عراقية جميعها نددت بهذا القرار. وبالتالي يبدو أن الصورة عند الولايات المتحدة الأمريكية يظهر أن تخف تماما في الجانب الإيراني، وإلى الآن ليس لديه استعداد للتخلي عن هذا النفوذ الإيراني والانعتاق من النفوذ الإيراني. نعم. والاعتماد على الانفتاح العربي للتخلص من هذا النفوذ، وبالتالي نعم. هذا الأمر قد يعرقل زيارة عبد المهدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني برأيك فيما لو تم يعني تأجيل زيارة عبد المهدي، هل هي عقوبة من الولايات المتحدة لعبد المهدي حول الموقف من العقوبات الإيرانية؟ بلا شك أن عبد المهدي إلى الآن يحاول أن يستمر في نفس السياسات التي تم اعتمادها في الفترة الماضية، وهي الوقوف في الوسط والاستفادة من الطرفين، من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإيراني. ولكن العقوبات الأمريكية وأيضا الضغط الأمريكي وتشديد الضغوطات على حتى الميليشيات والتصريحات الأمريكية ضد الميليشيات والتأكيد على بقاء الأمريكي ومراقبة إيران، يبدو أن أمريكا تريد من العراق موقفا واضحا، وهذا الموقف إلى الآن لم يصدر عن الحكومة العراقية. والأطراف التي تشكل الحكومة تبدي مواقف مساندة لإيران ومعادية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إذا جاءت القرار الأمريكي بتأجيل هذه الزيارة أو للرفض دعم عبد المهدي أو لقائه، فيبدو أنه جزء من عقوبات أمريكية وجزء من خطوة أمريكية تصعيدية ضد الحكومة العراقية. يعني هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية، أتت هذه الأحداث وموضوع الزيارة أتت متزامنة مع تصريح للقوات الأمريكية بأن وجودها سيكون طويل الأمد في العراق. ما المقصود بهذا التصريح؟ بلا شك أنها الرسالة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترف بتهديدات الميليشيات الموجودة على أرض الواقع، وأيضا التصريحات المستمرة عن إخراج القوات الأمريكية. نحن رأينا أيضا هجوم أمريكي أو حتى لو كان بالخطأ على قوات أمنية في كركوك، وأيضا التصريحات الأمريكية المستمرة التي تؤكد أنها تراقب طهران وتؤكد أنها تراقب طهران، تراقب أنشطة خبيثة لإيران من العراق، وبالتالي لا تكترث لهذه التصريحات من قبل الميليشيات بإخراج القوات الأمريكية، وتؤكد على بقائها وأيضا تؤكد استعدادها لمواجهة أي طرف تريد الإضرار بهذه المصالح الأمريكية. نعم، قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، هذا القانون ظل حسب برلمانيين أنه في وسائل الإعلام ولم يصدر إلى البرلمان، لماذا برأيك؟ بلا شك أن الأطراف التي أثارت موضوع إخراج القوات الأمريكية وجميعنا نعلم أرادت المتاجرة بهذا الموضوع وأيضا كسب الشارع وتصوير أنفسهم على أنهم قوى وطنية، ولكنهم على أرض الواقع لا يستطيعون أن يواجهوا القوات الأمريكية، وأيضا هم الذين استندوا على القوات الأمريكية، ولولا القوات الأمريكية لما كانت من الممكن هزيمة داعش في العراق، وبالتالي لا يمكنهم أن يصدروا هذا الأمر أو يتخذوا هذا الموقف لأنهم بحاجة إلى التواجد الأمريكي في العراق، وبالتالي هذا الأمر فقط ظل تصريحات إعلامية وفقط أمر إعلامي لا يتواجد على أرض الواقع، ولا يمكنهم الاتفاق على هذا الموقف لأن ليس كل الأطراف العراقية مع إخراج القوات الأمريكية من العراق. الأستاذ شهو القرداغي الباحث في شأن العراقي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.